بالمرحله بالمرحله يظهر توا الاوبجيكتيف نتاعنا المرتبه الثانيه نركزوا على ماتش غدوه. ما نحبش تصير لنا كيما صار معنا الشهر التالي، خممنا في طرح السي اس اس ونسينا طرح مدنيين اللي تعدنا هنا في كونتر. ما نحبش يصير نفس السيناريو، نخمموا في النهار الاحد وننسوا ماتش غدوه. يظهر لنا نبداو بالخطوه. دوزيام بلاو زاده مهمه، كيف نهائي الكاس مهمين، يجيو في ثلاثة ايام في ظرف معناها قرب لبعضهم، حاضرين كما يلزم خاطر غدينا تريف وارتحنا معناها قبل نهارين باش نجموا نكونوا حاضرين للمقابلات هذوما الزوز ان شاء الله. عندنا لافونتاج تاع سورتو في البريود هذايا في الجورني الاخرانيه نحن فايتينهم معناها في الجولا فيراج، لازمنا نركزوا على الماتش هذايا سورتو ماتش سي اس اس باش تعدي بديزيام بلاس حاجه باهي لافريك عام الجاي، وماتش الجاي ماتش يتوالى هذاك نركزوا له تحضير خاص بيان سور، فينال كوب ومش ساهل معناها واحد يلعب على تيتر، لازمنا نكونوا حاضرين ولاد كل يد واحده. لازم نكونوا حاضرين مورالمون، لازم ننساو التعب وننساو ان شاء الله نخموا في الماتش تاع غدوه ماتش فاقس، ماتش كيما نقولوا ماتش صعيب ان شاء الله بالمورال وكل شيء ان شاء الله كي نربحوا غدوه ان شاء الله جو بونس بلي راح ننساو التعب وكل شيء ونخموا في الماتش فينال. صحيح ما فماش برشا وقت، مي ان شاء الله مورالمون ان شاء الله ومونطالمون نكونوا حاضرين ان شاء الله.